بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر محمد من قناة مستر أوي. هنشرح النهاردة إن شاء الله الجزء الأول من قاعدة F، وهنبقى إن شاء الله الفيديو ده لتكملة في فيديو قادم إن شاء الله عشان القاعدة ما تبقاش طويلة أو الفيديو يبقى طويل. فنبدأ إن شاء الله كده ونتكلم على conditional forms، يعني أشكال الحالات الشرطية. Number one، the zero conditional، الحالة الزيرو. الحالة الزيرو بيقولك إن type zero بيبقى فيه if أو when. if معناها لو أو إذا، و when معناها عندما. بيجي بعدها مضارع بسيط، والجملة التانية اللي بعد الكومة بتبقى مضارع بسيط. present simple، present simple، مضارع بسيط، مضارع بسيط. إمتى نستخدمها؟ بقولك نستخدم الحالة الصفرية اللي هي if بعدها مضارع بسيط مضارع بسيط، أو when مضارع بسيط مضارع بسيط، لنتحدث عن الحقائق والظواهر الطبيعية. يعني إيه ظواهر طبيعية؟ يعني شيء لا نتحكم فيه، والأشياء التي دائما حقيقية، والعادات التي تتكرر لدى الشخص. يعني إيه الكلام ده؟ مثال: عندما أو إذا الماء gets very cold، أصبح بارد جدا، it turns into ice، يتحول إلى ثلج. دي حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة وظاهرة طبيعية مش هنقدر نتحكم إحنا فيها. طالما دي حاجة حقيقية يبقى الجملتين مضارع بسيط، والتانية برضو مضارع بسيط، يبقى gets و turns. ما ينفعش تقول is getting وما ينفعش تقول is turning. طيب المثال التاني: عندما أنت drop something، تسقط شيء ما، it falls to the ground، لما أنت بتوقع حاجة بتقع على الأرض. حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة، وطالما حقيقة يبقى مضارع بسيط مضارع بسيط، يبقى drop مضارع بسيط و falls مضارع بسيط. طبعا احنا عارفين ان مضارع بسيط بيتكون من فاعل ثم مصدر، أو مصدر ثم اس. فاعل مصدر أو مصدر بإس، وإس أو إي إس أو آي إي إس، إس أو إي إس أو آي إي إس. السؤال الثالث أو المثال الثالث: I stay at home، أنا أبقى في المنزل، if عندما أو لو I feel ill، عندما أشعر بالمرض. عندما أشعر بالمرض I stay at home، ببقى في المنزل. دي حاجة حقيقية بتحصل معايا، إن أنا أكون لما أتعب بفضل في البيت، يبقى مضارع بسيط مضارع بسيط، يبقى feel وهنا stay. ما ينفعش تقول is في am feeling ولا am staying. المثال الرابع: if I use the computer for a long time، عندما أو إذا أنا استخدمت الكمبيوتر لمدة طويلة، I usually have a headache، دائما بيكون عندي صداع. دي برضو حقيقة. I usually أو I always have a headache، دائما بيكون لدي صداع. هيجي لك في الامتحان يقول لك I have ولا I had. طبعا دي الحالة if الصفرية، if وده مضارع بسيط، يبقى ده مضارع بسيط لأن دي حاجة حقيقة. يقول لك have ولا am having ولا had، تقول له have اللي هو مصدر أو مصدر بس. ركز في المثال اللي بعده، بيقول لك هنا active وهنا passive. active يعني معلوم، و passive يعني مجهول. if we boil water، if يعني لو نحن boil نغلي water مياه، it evaporates يعني بتتحول إلى بخار أو تتبخر. لكن المجهول منها بتبدأ بدل الفاعل بتخليها مفعول، ثم am is are وتصريف التالت. بيقول لك water evaporates، الماء يتبخر. if لو it، لو إنه يغلي ولا تم غليانه، لو تم غليانه يبقى مضارع بسيط مبني للمجهول، يبقى ام از ار والتصريف التالت من بويل بويل، دي بقى اف اتس بويل، دي لو غلي او تم غليانه. نمبر 2، ذا فيرست كونديشنال، الحاله الشرطيه الفيرست الاولى، اللي هي بدل ما تقول اف صفر مضارع مضارع، لا بتقول اف مضارع بسيط ويل. اف مضارع بسيط ويل، ويل بتبقى مع الاحتمال. اف مضارع بسيط ويل، بس بدل will ممكن تقول may أو can أو should للنصيحة. بس طبعا will و may و can و should دي أفعال مساعدة، فبالطبيعي إن بيبقى قبلها subject يعني الفاعل، ثم will و may و can و should طبعا بعدهم infinitive يعني المصدر. يبقى تاني if مضارع بسيط، بدل مضارع بسيط ممكن تبقى فاعل will، فاعل may، فاعل can، فاعل should، أو فاعل أمر وباقي الجملة. بقولك نستخدم الحالة الأولى للأحداث والمواقف التي نعتقد أنها محتمة له أو ممكنة في المستقبل. لو الحاجة محتملة أو الحاجة ممكنة في المستقبل بتستخدم if مضارع بسيط ثم will. ناخد أمثلة: if he leaves early، لو هو غادر مبكرا، he will be on time for the meeting، هو هيبقى في الميعاد المحدد للاجتماع. لو هو غادر بدري، لو هو مشى بدري، هيصل في الموعد المحدد. حقيقة ولا احتمال؟ احتمال، لأنه هو ممكن يغادر بدري بس ما يوصلش في الموعد المحدد، فإمكانية وصوله للموعد المحدد ده حاجة محتملة أو ممكنة مش حقيقة. طارق إذ قال لطارق مريض: If he is better now tomorrow، لو هو بقى اتحسن غدا،
هيأتي للمدرسة. ما هو ممكن يتحسن وما يروحش المدرسة، يبقى دي إن هيروح المدرسة ده حقيقة ولا احتمال؟ ده احتمال أو إمكانية. يبقى مضارع بسيط ولا will؟ يبقى will. وده if he doesn't repay the debt، إذا لم يرد الدين he will go to prison، هيذهب للسجن. ده حقيقة ولا احتمال؟ ده احتمال. ليه؟ لأنه ممكن يرد الدين أو ممكن ما يردش الدين بس ما يذهبش للسجن، يبقى دي بقى فيها احتمالية برضو. turn the page، وبعد كده بيقول لك نستخدم should في جواب الشرط للنصيحة. فعلا should يعني يجب أنه بتفيد النصيحة أو الاستحباب إنك بتحب حاجة، وهاف تو للوجوب والإلزام. يبقى should في النصيحة والاستحباب إنك حابب الحاجة، لكن هاف تو لو أنت مضطر أو واجب عليك أو ملزم. مثلا if you want to get high marks، لو أنت تريد أن تحصل على درجات عالية يجب عليك أن تذاكر، يبقى should. طب if you lose your credit card، لو انت فقدت بطاقة الائتمان بتاعتك you have to ring the bank، لازم تتصل بالبنك، ده غصب عنك او واجب او الزام عليك، يبقى have to مش نصيحة. هنا يمكن استخدام may للاحتمال وكان للاستطاعة. تاني may ربما ده الاحتمال، اما كان يمكن ان او يستطيع يبقى ده للاستطاعة. مثال if you speak English well، لو انت اتكلمت انجليزي كويس you may get this job، ربما تحصل على دي الوظيفة. if there is an airport here، if there is لو يوجد an airport مطار here هنا، لو عندك هنا مطار we will be able to أو we can travel، يعني will be able to سنكون قادرين على أن travel نسافر، أو we can travel يمكننا أن نسافر abroad بالخارج easily بسهولة. تعبر الحالة الأولى عن وعد أو أمنية أو تهديد. تاني الحالة الأولى اللي احنا بنستخدم فيها will بتعبر عن وعد أو أمنية أو تحديد، وخدناها في قواعد المستقبل. If you come first، لو أنت أصبحت المركز الأول in the English test في امتحان أو اختبار اللغة الإنجليزية سأعطيك هذه الكاميرا. دي إيه؟ دي احتمالية بس هنا بتعبر عن وعد، هنا احتمالية بتعبر عن وعد promise. طيب if I win the gold medal، لو أنا فزت بالميدالية الذهبية I will be very famous، هكون مشهور جدا. دي أمنيتي، ديت أمنية، لا هبقى مشهور جدا لو انا فزت بالميداليه الذهبيه. طب if I won't lend you any money، انا مش هسلفك اي فلوس. I won't انا lend you اسلفك any money اي مال. if you insist on، لو انت اصريت على spending it انفاقه carelessly باهمال، يبقى كده تهديد. لو انت انفقت فلوسك بطريقه فيها اهمال انا مش هسلفك فلوس تاني، يبقى انا كده بهددك. يبقى الاولى وعد، الثانيه امنيه، الثالثه تهديد. فلا يمكن أن يبدأ جواب الشرط في الحالة الأولى بأمر، بالأمر اللي هو بيبقى فعل في المصدر أو النهي اللي هو بيبقى فيه don't. تاني يمكن أن نبدأ جواب الشرط في الحالة الأولى، الحالة الأولى اللي احنا قلنا if ومضارع will، if ومضارع will، بس ال will ممكن تبقى تحول إلى may أو can أو should. if you are tired، لو أنت مرهق go to bed، اذهب للسرير. هنا مفيش في فاعل، هنا في أمر go to bed، go to bed اذهب للسرير، هنا أمر والأمر بيبقى فعل في المصدر، يبقى go. ما تقولش مثلا went، ما تقولش goes. if Sammy visits you، لو سامي زارك don't tell him، لا تخبره about our meeting، لا تخبره عن اجتماعنا. هنا امر ولا نهي؟ بقول لك don't tell، لا تخبر، don't tell لا تخبر، يبقى فيها نهي. لاحظ تستخدم when محل اف في الحالة الصفرية فقط للحقائق والعادات. عارفين بقول لك if I have a fever، لو انا لدي حمى بعد الشر I stay in bed، ببقى في السرير. ده حقيقة عامة عند الشخص ان الحمى تقعده في السرير، فعشان كده طالما حقيقة عامة بدل اف ممكن نحط مكانها when. بعدها if I have a fever tomorrow، لو انا جالي fever حمى tomorrow غدا I'll stay in bed، سأبقى في السرير. ده فيها ايه؟ في توقع ان انا ممكن يجيلي حمى tomorrow، دي ليست حقيقة بل توقع اللي هو حدث في المستقبل. اذا كانت حقيقة فاف تحل محل when، او when تحل محل اف، لكن اذا كان توقع فما ينفعش وين بدل اف. التانية بقولك اذا كانت الجملة حالة صفرية اللي هي الاف صفر مضارع مضارع واوضع عليها زمن او مدة، فانها تتحول الى موقف خاص وليس حقيقة. مثل if you put this bottle of water in the freezer tomorrow، لو انت وضعت هذه الزجاجة من الماء في الفريزر tomorrow غدا it will turn into ice، ستتحول الى ثلج. بقولك هنا بقى ايه؟ اذا كانت الجملة حالة صفرية وضع لها زمن او مدة، فانها تتحول الى موقف خاص وليس حقيقة. هنا حقيقة ولا مش حقيقة؟ لا، هنا في موقف معين او موقف خاص، ان انت لو حطيتها الازازة دي ايه بكرة، ده موقف معين هيحصل بكرة. بعد كده the second conditional، الحالة الشرطية التانية. if ماضي، طب بسيط،
طالما الحالة التانية تانية يبقى التصريف التاني يبقى ماضي بسيط اللي هو فاعل والتصريف التاني. طب بنكمل بنقول فاعل بدل ويل تبقى وود بدل ماي مايت بدل كان كود، يبقى وود ومايت وكود. وود ومايت وكود بنستخدم معاهم طبعا بعدها المصدر. طب امتى نستخدمها؟ ولك تستخدم انا ونستخدم الحالة الثانية للتعبير عن المواقف الخيالية. يبقى اتفقنا ان الحالة الصفرية للحقيقة، الحالة الأولى للاحتمال، الحالة التانية اللي هي موجودة هنا مش احتمال ولا حقيقة ده للخيال وغير ممكن. فين؟ في المضارع والمستقبل. في المضارع والمستقبل بيقول لك if I saw، saw دي تصريف تاني يبقى ماضي، طالما ماضي يبقى would أو might أو could. if I saw a ghost، لو أنا رأيت شبح I would run away، ههرب هخلع. طيب if I discovered the planet، لو أنا اكتشفت كوكب I would give it my name، هسميه على اسمي. طب if I were a bird، لو أنا كنت طائر I could fly، هيكون بإمكاني أن أطير. if I were you، لو أنا كنت مكانك I would try harder، هحاول بجدية أكثر. هي الحاجات دي أصلا، الحاجات دي إيه؟ الحاجات دي خيال، كل الكلام ده خيال. لو أنا اكتشفت كوكب سمع الاسم ده خيال، لو انا كنت طائر ده خيال، لو رأيت شبح هجري ده خيال، لو كنت مكانك برضو ده خيال. والخيال ده فين؟ في المضارع وفي المستقبل. بعد كده the third conditional، الحالة الشرطية الثالثة. بقولك if، الحالة التالتة يبقى فيه تصريف تالت والماضي التام بيبقى هاد والتصريف التالت. يبقى if فاعل هاد والتصريف التالت ده الماضي التام، بنكمل بود ومايت وكود ولكن بعدهم هاف والتصريف التالت مش مصدر. ركز معايا تاني. يبقى الحالة التالتة او اف اللي هي اف تلاتة بقولك ماضي تام وود هاف والتصريف التالت، بس وود ممكن تبقى مايت او كود. لكن لو وود وكود ومايت بعدها المصدر يبقى دي الحالة التانية اللي هي ماضي بسيط. ركز معايا تاني كده. بص بص هنا ماضي بسيط يبقى وود ومايت وكود مصدر، لكن لو ماضي تام يبقى would might could have وتصريف تالت. وتعبر الحالة الثالثة عن حدث مستحيل. يبقى تاني نراجع، حالة الصفر بتكون حقيقة، حالة الحالة الأولى احتمال، الحالة الثانية خيال، الحالة التالتة مستحيل أو ندم أو انتقاد لأن الحدث تم في الماضي وانتهى. الحدث تم في الماضي وانتهى. ولك نستخدم الحالة الثالثة للحديث عن المواقف الماضية أو الأحداث التي لم تتم. تاني تستخدم الحالة الثالثة للاستحالة للحديث عن المواقف الماضية مش مضارع ولا مستقبل أو الأحداث التي لم تتم. مثال if I had locked the car it would have been stolen، لو أنا كنت قفلت السيارة ماضي تام يبقى بعدها would have والتصريف الثالث، أدا would have والتصريف الثالث يبقى ما كانتش هتتسرق. it wouldn't have been stolen ما كانتش هتتسرق، هيقول لك في الامتحان it wouldn't steal ولا it wouldn't have been stolen، يبقى it would have والتصريف التالت. دي مبني للمجهول. بعدها if I had أو if he had behaved well، هو كان اتصرف well بشكل جيد، the teacher مدرس wouldn't have punished him ما كانش هيعاقبه. يقول لك في الامتحان يقول لك the teacher wouldn't punish ولا wouldn't have punished، هنختار wouldn't have punished. ليه؟ عشان قبلها ماضي بسيط ولا ماضي تام؟ ماضي تام. طالما ماضي تام يبقى would have والتصريف التالت ما ينفعش would و master. هناخد بعض التمارين على قاعدة F. Number one، I didn't feel ill yesterday، أنا لم أشعر إن أنا كنت تعبان أمس. I'm not at home if I had felt ill. سؤال سهل جدا، هذه قاعدة F. عندك I had والتصريف التالت، طالما had والتصريف التالت يبقى ماضي تام، وطالما ماضي تام يبقى الإجابة would have والتصريف التالت، اختار would have stayed بمنتهى البساطة خالص. يبقى تكتب هنا بس كده ماضي تام، فبالتالي ان الماضي التام بيبقى معاه would have والتصريف التالت. Number two، if I have a headache، لو انا لدي صداع، I not a cup of tea، انا ايه كوباية شاي، بشرب كوباية شاي، it always دايما makes me feel better، دايما بتخليني اشعر بتحسن. دي دايما وده لما دايما يبقى دي حاجة حقيقة، وطالما حقيقة يبقى قاعدة اف صفر، واف صفر بتبقى مضارع مضارع، انا عندك مضارع، انا عايز مضارع بسيط هنا، يبقى مضارع بسيط يبقى drink أو drinks، بس I بتاخد S ولا بتاخدش I ما بتاخدش S يبقى drink بس. Number three، if the weather، لو الطقس were nice today، لو الطقس كان لطيف اليوم، we not out for a walk، طالما عندك where ده ماضي، طالما ماضي يبقى ماضي would أو might أو could، أنا عايز would أو might أو could، اتفضل would go.
لأن ده خيال. نكتب هنا رقم 3، الجملة دي إيه؟ خيال. لو الجو كان كويس النهاردة فده خيال، أنت بتتخيل في المضارع. نمبر 4، I would have come home earlier. طالما عندك would have والتصريف الثالث، عندك قاعدة if اسمها if إيه؟ would have والتصريف الثالث if ماضي تام، والماضي التام بيبقى had والتصريف الثالث. أنا عايز had والتصريف الثالث، اتفضل أدي had وأدي had. نو no, تصريف أول لكن نون تصريف ثالث، يبقى تبقى الإجابة would known. الإجابة would known مش would، عفوا had known. if I had known يعني لو أنا كنت عرفت، you were worried إنك كنت قلق. نمبر 5، if you work harder، لو أنت عملت بجد أكتر for the next week للامتحان أو الأسبوع القادم، I'm sure أنا متأكد you not your exam، أنت هتجتاز الامتحان بتاعك. لو أنت عملت بجد للأسبوع القادم انت هتجتاز الامتحان. حقيقة ولا احتمال؟ ده احتمال، وطالما احتمال يبقى ويل، يبقى اتفضل ويل باس يعني سوف تجتاز. نمبر 6، if عمر passes his driving test tomorrow، لو عمر اجتاز اختبار القيادة tomorrow غدا، هو ايه؟ saving for a car. هي ايه؟ هو هيبدأ التحويش للسيارة. لو عمر اجتاز الامتحان هيحوش للسيارة. حقيقة ولا احتمال؟ احتمال، لانه ممكن يجتاز وما يحوش، يبقى ده احتمال. احتمال يبقى الحالة الاولى اللي هي مضارع will، يبقى تفضل بيبقى will start يعني سوف يبدأ. number 7، if they not me a good salary I would have accepted. لما عندك would have والتصريف التالت، عندك if، if would have والتصريف التالت، يبقى انا عايز ماضي تام، وماضي تام يبقى had، والتصريف التالت يبقى had offered. number 8، the teacher a مدرس not if we learned، we learned learned ده التصريف التاني، طالما التصريف التاني يبقى would أو might أو could، تفضل would أو might أو could وبعدها مصدر طبعا، يبقى المصدر يبقى be، يبقى would be. 9، if you not any discussion group، لو أنت إيه أي discussion group أو group المناقشة، the rules are more or less or the same، أكتر أو أقل أو the same يعني نفسها، يبقى ده مضارع، يبقى لازم قبلها مضارع. فين المضارع؟ يبقى join. number 10، if we had waited for another 10 minutes yesterday، لو احنا had waited، دراما ده ماضي تام، يبقى الإجابة would have والتصريف التالت، اختار would have والتصريف التالت، يبقى would had seen، would have seen يعني كنا نرى the minister الوزير. 11، if I need advice about my life، لو انا محتاج نصيحة عن حياتي، I usually انا عادة ايه لأمي، دايما بتكلم مع أمي، ده حقيقة، يبقى مضارع باب بسيط، يبقى talk. 12، if Magdi had enough money، لو Magdi كان معاه فلوس كافية، he not a new mobile phone، كان هيشتري موبايل فون. ده had، ده تصريف تاني، مفيش had تصريف تالت، هنا مش تصريف تالت، يبقى ده ماضي بسيط، وطالما ماضي بسيط يبقى would أو might أو could، تفضل اختار would أو might أو could، يبقى would buy يعني هيشتري. 13، if a balloon is filled with hot air، لو البالون تم ملؤها بالهوت اير يعني بالهواء الساخن، هترتفع. حقيقة ولا مش حقيقة؟ طبعا حقيقة، وطالما حقيقة يبقى مضارع بسيط، يبقى مصدر أو مصدر بإس، يبقى رايز أو رايزز، إت بتاخد إس يبقى ترايزز. 14، if you go out، لو أنت خرجت، نقط the porter to bring me the keys، المفاتيح، يخليه يجيب لي المفاتيح، يبقى tell the porter يعني اخبر، ده أمر، ده أمر، اخبر البورتر الشيال انه يجيب لي المفاتيح. من اللي بالصفحه، صفحه 326، تقدروا دلوقتي تاخدوا سكرين شوت للصفحه دي وتحلوها وتكتبوا الاجابات في الكومنتس، اللي عايز والمشترك معايا في كورس المتابعه الاونلاين او في الدرس هيحلهم، اناقشهم المره الجايه سنه تانية ثانوي، اعمل سكرين شوت للاسئله دي وحلها في الكومنتس لو تعرف، واللي عنده استفسار هيتركه في كومنت. المطلوب منك في الكومنتس تكتب تكوين الاربع اشكال لقاعدة اف، اكتب اف الحالة الصفرية شكلها ايه، مضارع بسيط مضارع بسيط، اف واحد تكتب مضارع ويل، اف اتنين يبقى ماضي would او might او could، واف تلاتة ماضي تام would have والتصريف التالت، دول مطلوبين منك انك تكتبهم في الكومنتس. اتمنى تكونوا استفدتم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتشاركوا اللينك بتاع الفيديو في الجروبز. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبعا ما تنسوش الفيديو الجديد هيبقى تكملة لقاعدة F. يلا بينا، سلام.